اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في الحلقه السابقه كنا قد بدانا الحديث عن ما يجري في افغانستان، عن تحرير افغانستان والمقارنه بين ما حصل في فيتنام وما حصل في افغانستان، ومشاهد الهروب الامريكي من السفاره الامريكيه في سايغون، ومشاهد الهروب الامريكي من السفاره الامريكيه والمطار كابل في افغانستان في 15/8/2021، وتلك في عام 1975. الحقيقه كنا قد وعدناكم في حديثنا انه نتحدث عن الربط، عن العيون التي تراقب في العراق كل ما يجري في افغانستان، وقلنا اكثر من عين تراقب ذلك، عيون مترقبه، عيون مرحبه، عيون فيها أسئلة، عيون خائفة، عيون جزعة مما يجري، وألسنة كثيرة تنفي وتصنع الأكاذيب وغيرها الكثير. لكن يعني أقول لكم أنه الخلاصة في كل ما حدث في فيتنام وفي أفغانستان وفي ما يحصل ويحصل في العراق وما سيحصل في العراق هو أن الأرض قاتل مع أهلها. هذه الخلاصة الأساسية في كل ما حصل، الأرض تقاتل مع أهلها. في فيتنام، فيتناميون الشماليون قاتلت الأرض وقاتلت كل التضاريس مع أهلها، وقاتل الشعب مع كل قواه المقاومة. في أفغانستان هكذا حصل، قاومت الأرض وقاوم الشعب مساندا طالبان في 20 سنة في حربهم ضد الوجود الأمريكي في الاحتلال الأمريكي، وبالتالي وصلوا إلى نتيجة النصر. وهكذا حصل في فيتنام، 11 سنة من المقاومة فقط الأمريكية، من 64 قبلها كانوا الفرنسيون، لكن من 64 إلى 75 11 سنة من القتال الشرس، من التضحيات الكبيرة التي قدمها كل الشعوب هذه، قدمت تضحيات في فيتنام، قدم الشعب الفيتنامي تضحيات كبيرة جدا جدا، وفي أفغانستان قدم تضحيات كبيرة جدا، وفي العراق يقدم وقدم ويقدم تضحيات كبيرة جدا جدا. في العراق نفس النموذج، تحدثنا عن نماذج، نموذج أقدم ونموذج قديم ونموذج أحدث. النموذج القديم نموذج فيتنام اللي قلنا ربما الأمريكان درسوه جيدا وأكيد، وحاولوا تجنب كثير من الأخطاء التي وقعوا فيها في فيتنام، لكنهم وقعوا في أبشع منها لأنهم لا يفهموا ولا يدركوا طبيعة الشعوب ومبادئها وقدراتها وتمسك الإنسان بأرضه ووطنه، وهذا ما فعلوا في العراق. في أول احتلالهم 2003 خرجت المقاومة وقاومتهم قتالا شرسا، قاتلتهم، كبدتهم خسائر كبيرة جدا جدا، كسرت العمود الفقري لمشروعهم، مشروع الاحتلالي، عوقته، ووصل إلى الحالة في عام 2006 كان الرئيس الأمريكي بوش الصغير كما قال: أردت أن أعلن خسارتنا للحرب. لكن التفاف البعض، الأجراء، ميليشيات إيران ساعدوهم على مقاتلة المقاومة، مقاتلة قوى الشعب وإجبار القوى العميلة، ويعني جعل القوى العميلة والقوى المناوئة لكل ما هو جيد وكل ما هو طيب وكل ما هو شريف هي التي تجلس على كراسي الحكم وتتحكم بالعراق. هذا ما حصل في العراق، لكن الشعب العراقي لم يستكين طوال هذه الفترة، طوال سنوات عديدة قاومهم بالسلاح رغم أنه لا يمتلك إلا أسلحة بسيطة وفي أرض مكشوفة، لكن الأرض مع ذلك قاتلت مع أهلها. وشهدنا معارك كبيرة في الفلوجة الأولى والثانية وفي الموصل وفي كل مكان في العراق، شهدنا مقاومة شرسة في كل مكان، ووصلوا إلى الحال اللي كان في مذكرات الجنود الأمريكان كانوا يقولون: كنا نودع بعضنا ونودع أهالينا بالتليفونات وهم في أمريكا عندما نخرج إلى الواجبات يوميا صباحا، لأننا قد لا نعود في الليل المغرب عندما تخرج دورياتهم. الموت كان يترصد بهم في كل شوارع العراق، في بغداد وكل المدن يترصد الموت بهم، وكانوا يخسرون في كل يوم خسائر كبيرة
وصلت بهم إلى حال أنهم أن الحرب قد انتهت بخسارتهم، وقلنا كاد مثل ما يقول بوش أن يعلن أن الحرب قد انتهت بخسارتهم، هكذا كانوا يريدون أن يقولوا، لكن جرى ما جرى والتفاصيل كثيرة. عموما صرفوا، يقولون صرفنا في العراق على بناء جيش وقوات أمنية، مثل ما قالوا صرفنا في أفغانستان على بناء جيش وقوات أمنية مليار دولار، أكثر من تريليون دولار، وأكثر من تريليون دولار أيضا في أفغانستان، وقد شهدنا في أفغانستان كيف انهارت هذه القوى العسكرية والقوى الأمنية التي بنوها والميليشيات في لحظات، انهارت كلها وهربت أمام ضربات المقاومة وضربات طالبان، وهذا هو الشيء المتوقع أيضا في انهيار هذه القوات التي لدينا تجربة. يعني أهل العراق لديهم تجربة في عام 2014، بضع مئات قليلة من داعش يعني وقفوا أمام فرق عسكرية كاملة هربت وتركت معداتها وتركت مدن، وانكسر الجيش مثل ما شهدنا، وجاءوا بالميليشيات ودمجوا باقي الجيش بالميليشيات وصار جيش ميليشيات، وإيران تدخلت وبطريقة، وأمريكا بكل قوتها وبكل سلاحها الجوي وبكل استخباراتها وكل خدماتها اللوجستية ساعدت هذه الميليشيات، ساعدت هذه القوى الغاشمة، لأن هذا النموذج الأحدث من احتلالها تريد أن ترعاه، تريد أن يبقى قائما هذه العملية السياسية التي أسستها، تريد أن تقول أنه هي ناجحة بفكرها وقدرتها على احتلال البلدان وقدرتها على فرض إرادتها بالقوة الغاشمة على أي مكان وخلق النموذج وصناعة النموذج الذي تريده، لكن الفشل دائما حليفها. هذا ما حدث 18 سنة من الخراب والدمار، هذه القوى الأمنية التي بنتها صرفت عليها كل هذه، الآن هذه القوى يعني مرشحة للانهيار في أي مواجهة مع أي قوى، وخاصة يعني القوى الشعبية. البعض يقول أنه أفغانستان تختلف عن العراق، بعض المحللين، لأنه في أفغانستان هناك طالبان وقوة عسكرية ومنظمة. نعم، العراق لا يمتلك في قواه الشعبية قوة تحمل السلاح، لكن يمتلك هذه القوى الشعبية، هذه الأمواج الصغيرة التي تكبر وتولد الموجة الكبيرة لتجتاح كل هذا الخراب وكل هذا الفساد، نفس الفساد في أفغانستان، نفس السرقات، وهذا ما حصل أيضا في فيتنام، نفس الفساد والخراب والسرقة والجنود الفضائيين، وهذا كله نفس القضية، نفس الشكل الذي نعيشه في العراق. فبالتالي نحن نعيش تجربة عاشتها أفغانستان وعاشتها فيتنام، وبالتالي نتيجة واحدة، ستسقط كل هذه الترتيبات، كل هذا ما بنته أمريكا هو على رمال متحركة، لأن الأرض بالنتيجة مثل ما قلنا الأرض تقاتل مع أهلها، والشعب العراقي هو القوى المقاومة التي ستدحر كل هذا، فعلها في تشرين، فعلها قبلها في 25 شباط، وفي كثير من الأحيان، وفي المقاومة الباسلة التي جعلت العالم يقف مجدوها، وجعلت أمريكا بكل قوتها وكل جبروتها تنهار أمام ضربات المقاومة والمقاومين العراقيين الأبطال. الشعب العراقي أكبر من أن يسيطر عليه هذه أن تسيطر عليه هذه الثلة البائسة التي تحكم العراق. هذا واقع الحال، نحن لدينا نفس الفساد، نفس الخراب، نفس الدمار، وبالتالي العراق مقبل على أن تتكرر تجربة أفغانستان وفيتنام مرة أخرى. أترككم بخير، ربما وقت هذه الحلقة قد طال أكثر من حدودها، أشكركم شكرا جزيلا، ألتقيكم في حلقة أخرى، إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم.